اليوم كم صحيح النسبة؟ كانت ربحية صندوق ما بين 2-3%، الآن صندوق يستهدف 6-7%، وتم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق. والأهم من ذلك، كم كان صندوق ينفق استثمارات داخل المملكة العربية السعودية؟ قبل الرؤية كان صندوق استثمارات العامة يصرف فقط 3 مليار ريال كاستثمارات جديدة داخل المملكة العربية السعودية. في 2020 صندوق استثمارات العامة اللي أنفقت داخل المملكة العربية السعودية 90 مليار ريال، 90 مليار في جرينفيلد استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره. في السنة هذه 2021 صندوق استثمارات العامة سوف ينفق 160 مليار. وش يعني 160 مليار؟ لو تشوف ميزانية الدولة تقريبا الإنفاق الرأسمالي ميزانية الدولة 150 مليار، يعني يصرف أكثر من الدولة. اليوم صندوق استثمارات العامة ينفق في استثمارات جديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة. معناته اليوم صندوق استثمارات العامة تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة. هذه تستمر بشكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030 إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال في 2030 فقط يصرف صندوق استثمارات العامة في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في إنفاق رأسمالي داخل المملكة العربية السعودية. طبعا بيجي سؤال أنه حجم الصندوق اليوم 150 مليار، تريليون 500 مليار، وفي 2030 4 تريليون ريال، كيف بتجيبون هالكاش وكيف تبون تنفقونه؟ عملنا على سياسة في صندوق استثمارات العامة أنه يجب أن لا نحتفظ بالأصول، أي أصل نضج المفروض نتخلص منه. إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضمان أنه هالشركة تستمر في النمو. أعطيني أمثلة أو أشياء. إذا ما أقدر أعطيك أمثلة تأثر على السوق السعودي بشكل أو آخر، فما يعني هل المسألة يعني قد تكون في إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيء معين. لا تستمر أي شركة قائمة صندوق استثمارات العامة يوم واحد لو تطرح مثل علم أو غيرها من الشركات في طروحات تكون في السنة هذه وفي كل السنوات القادمة. أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من 5 سنوات إلا وهي مطروحة في السوق، مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع. فكل سنة we generate money كاش من التخارج وناخذ هالكاش ونعيد ضخة في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي. هذه اللي جابت 90 مليار السنة اللي راحت، هذه اللي بتجيب 160 مليار السنة هذه، وهذه اللي بتساعدنا تكون بشكل تصاعدي حتى نصل إلى 400 مليار في 2030. وفي 2030 سوف يكون قائد الانفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق استثمارات العامة. واقعيا السنة هذه صندوق استثمارات العامة هو قائد الانفاق الرأسمالي داخل المملكة العربية السعودية.